السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم راح ندير لكم واحد الحلوه، يعني حلوه جافه، يعني مقاديرها بسيطه والمذاق تاعها يجينا لذيذ. راح نبدا بركه الله ونقولوا بسم الله. اول حاجه انا عندي هنا 3 حبات تاع البيض، وعندي هنا نص كاس تاع السكر، فاني اخلط بالفوي نورمال، وعندي هنايا كما قلت لكم عندي نص زبده يعني عمرته بالزيت. دوكا راح نضيف الفرينة نلم العجينة، وراح يعني نقسم الخليط تاع الخليط، عفوا راح نقسم الخليط على زوج، يعني راح ندير نص كاكاو ونص أبيض. وعندي هنا نص مغرف صغيرة تاع خميرة حلويات، خمير شيميك. دوك يعني ضفت الفرينة هنا حاجة قليلة، دوك راح نقسم الخليط على 2 كيما قلت لكم، راح ندير نص كاكاو ونص أبيض. يعني نضيف الفرينة في الخليط الأبيض، يعني تحصلوا على عجينة متماسكة، ما هي قاسحة ما هي جريحة. شفنا العجينة تاع الكاكاو، أنا راح نضيف لها يعني مغرف ونص تاع الكاكاو، دوكا راح نضيف الفرينة ونلم العجينة. بعد ما يعني جبنت العجينه البيضاء العجينه تاع الكاكاو، انا دوكا راح نسرحها. عندي هنا ورق الزبده، نسرح العجينه البيضاء بعد ما سرحت العجينة بيضاء، يعني الصراحة متحق لا مدلك لا حتى حاجة، يعني سرح واحد حق ما فيها الزبدة والزيت. راح نسرح العجينة الثانية، كما قلت لكم ثانية عندي ورق الزبدة، عندي هنايا العجينة السوداء، يعني راح نسرحها بلا مدلك.
يعني شوفوا العجينة راهي طرية تسرح وحدها. العجينة بيضاء، العجينة سوداء، دوكا راح نعمل العجينة السوداء عبارة على الطريقة هذي. يعني نحاول نديرو العجينة يعني قد البيضة قد اللحم. وعندي هنا البلاليط والفول، دوك واش راح ندير انا؟ راح ندير على الطريقة هذي. يعني نحربوش الطريقة هذه، يعني نحاول نسقمو مليح. نزيد ندير يعني كما الطريقة الأولى. يعني نحاول نديرو على الشكل هذا، يعني تحصلوا على رولي هكذا. انا راح نسقم الاطراف. يعني راح نقطع على عفوا نقطع على شكل مقلوبة، يعني الشكل هذا. يعني الشكل هذا. نشوف في الاخير حصلت على الكميه هذه، يعني شوف مضخمه الطريقه هذه. انا راني شاعل الفول على 160 درجه. انا راح نطيبه ونوريكم بعدها. شوفوا الكاطو من بعد ما طاب لي. انا عندي التزيين هنايا، عندي الكوكو، جوز الهند، وعندي مربى وماء الزهر. مربى وفتير، راح نجيب شوية تاع ماء زهر. انا راح ندير حبة هكذا، يعني راح نديرها
كوفيسير. راح نديرها في الكوكو. يعني راح نتحصلوا الحبة عاملة. انا راح نزيد معكم حبة ثانية كما قلت، يعني ندير مشية هذه مشية تحت، يعني راح ندير هكذا، ندير جهة لتحت وراح ندير في الماء، عفوا حندير في جوز الهند، يعني الطريقة هذه، يعني حلوة بسيطة مذاق تاعها والأروع. يعني راح نخلي الشكل هذا الطريقة هذه. أنا راح نكمل كامل الحبات اللي عندي وراح نوريكم صحن التقديم. يعني شوف في الأخير بعد ما زينتها بالكوكو درت لها الكيسات، يعني شوفوا يعني حلوة بسيطة مذاق تاعها ما نقولكمش، يعني ذوقوا الفم نقولكم. إن شاء الله تنال إعجابكم، فيديو آخر إن شاء الله. بالسلامة.